أبنائي وزملائي المحامين، كان لزاما علينا جميعا ألا ننسى الفضل بيننا، وأن نكرم أهلنا، وأن نستدعي الهمم والقامات والقيم من أجل أن يتعلم أجبال المحاماة تاريخ زملائهم وأساتذتهم وأبائهم وأسلافهم في المحاماة اللي بنعشقها جميعا ونتعبد في محرابها جميعا من أجل أن نؤدي دورنا ورسالتنا اللي كفلها لنا الدستور وثبتها لنا شراكة غير قابلة للانتزاع. المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع. هذه الشراكة وهذه المسؤولية لها أهل، وأنتم أهل هذه المسؤولية وأهل هذه الرسالة، فكان علينا أن نقدم أصحاب الفضل لنقدم نماذج مشرفة للمحاماة. أنا من الذين يعرفون قدر المحامي في الجيزة، وأنا أقصد الجيزة هنا شمالا وجنوبا بكل معطياتها. الجيزة كانت لها بصمات في المحاماة، كان فيها عمالقة وشيوخ وقمم، وكانوا أيضا في القيادات النقابية كانت هناك أهرامات لنقابة المحامين. كان النقيب محمد حسن المهدي رحمة الله عليه قام، كان النقيب محمد البطران رحمة الله عليه قيمة نفتخر بها. وأنا من الجيل الذي سعد باللقاء والالتقاء بهذه القامات، وعلموا وتعلمت منهم، وعلموا كل الأجيال عفة اللسان وسلامة المنطق والقول الحق في المنطقة الحق في التوقيت الحق. كانوا رجالا حتى في خصوماتهم، كانوا عندما يخاصمون لا يفجرون، كانوا يخاصمون من أجل المحاماة ومن أجل مصالح المحامين، فعلمونا كيف تكون المحاماة أدب وعلم وأخلاق ومسؤولية. المحاماة مسؤولية ورسالة لابد أن نسلمها لأبنائنا بهذا المستوى وبهذه القيمة. من أجل هذا كان هذا اللقاء، ليس فقط لنستعيد هذه الذكريات، وإنما أيضا لأقرر أن الحضور الذي جاء من الجيزة في 15 يناير للدفاع عن نقابة المحامين كان حضورا غير مسبوق، والوجوه التي شاهدتها واستطعت أن أصافحها هي التي زودتني بالطاقة والقوة التي استطعت أن أواجه بها هذه الخصومة القضائية، هذه الخصومة المصنوعة، والمصنوعة أيضا بأيادي محامين. للأسف هذا هو قدر المحاماة، أن يكون فيها من فيها، لكن ما نفتخر به أن الأغلبية الكاسحة، أن القامة القائمة للمحاماة هي محل الفخر والاعتزاز والتقدير. جئت هنا لأقول لحضراتكم جميعا فردا فردا لمن حضروا وللغائبين، شكرا على مساندتكم لنقابة المحامين، وشكرا على دوركم في الحفاظ عليها. صدقوني أنا لا أقف وحدي في الدفاع عن نقابة المحامين، أنتم الأبطال الحقيقيون الذين يدافعون عن نقابة المحامين. أنا فقط لشرف التمثيل، أنا فقط النائب عنكم بمقتضى النيابة الانتخابية،
انما الشرف كل الشرف، والعزة كل العزة، والكرامة كل الكرامة لمحامين مصر الشرفاء الذين حموا نقابة المحامين ودافعوا عنها في ليل بهيم. المحامين اللي سخرت من حضور المحامين وبدأت تتحدث بألفاظ غير مسبوقة في التفاهة والتهافت، لا يعرف كيف حضر هذا المحامي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، في يوم ليس فيه أجازة وليس فيه متعة الرحلة، في يوم كان ممطر وكان شتاء قارصا، كانت كل المؤشرات تقول أننا في يوم غير مسبوق من أيام الشتاء، ومع ذلك خرج من خرج من منازلهم وبيوتهم من مساء اليوم السابق تسابقوا علشان يصطفوا في مقر المحكمة قبل الساعة 6:00 و7:00 و8:00. كان كل محامين مصر، كل الرموز اللي أنا شفتها كانت موجودة في القاعة قبلي. هذه مسؤولية لا يعرف قيمتها إلا الشرفاء الذين وقفوا في هذا المكان، وأنا أعلم أن الذين لم يحضروا ولم يشاركوا بحضورهم الشخصي ليسوا أقل شأنا ممن حضروا، لأن فيهم أضعافا مضاعفة حضرت عن هؤلاء المحامين أصحاب المكاتب وأصحاب القضايا وأصحاب الملفات ليؤجلوها وينوبوا عنهم في الحضور في المحاكم. كانت محاكم مصر كلها على الهواء مباشرة مع هذه الجلسة، على الهواء مباشرة كانوا يتابعون الجلسة خطوة بخطوة ولحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، من أجل أن يطمئنوا على مستقبل المحاماة. وأنا أقول أن مستقبل المحاماة بكم سوف يكون بخير. لن تفرط نقابة المحامين، لن يفرط مجلس نقابة المحامين، لن يفرط نقيب المحامين في حق من حقوق المحاماة، لا في التعليم المفتوح ولا من غير المشتغلين مهما كانت الأعباء ومهما كانت التكاليف. مش هنسمح لحد يستولي على نقابة المحامين، مش هنسمح باحتلال نقابة المحامين. عارفين حضراتكم يعني ايه احتلال؟ يعني من هو ليس صاحب حق في معطيات هذه النقابة يأتي ليشارككم أنتم المشتغلون في إيراداتكم وفي مدخلاتكم وفي حقوقكم، هو قاعد في بيتهم بالكارنيه بتاعه علشان يجي يقسم معاك إيرادك ومجهودك ودمغتك وأتعاب المحاماة ورسوم التصديق ويشاركك فيها بغير حق. ده احتلال. احنا قمنا مع اكبر عمليه اجلاء لنقابه صفوف نقابه المحامين من غير المشتغلين، ومستمرين في عمليه الاجلاء. احنا عارفين ان في جيوب لسه موجوده ما قدرناش بالخطوات السابقه ان احنا نجيبها، هنصل اليها باذن الله بحيث لا نظلم احد ولا نمنع احد حقا من حقوقه في ان يستمر في المحاماه اذا اراد ان يكون مشتغلا اشتغالا فعليا. ايضا كانت معركة 15 يناير هي معركة صد العدوان، الاف مؤلفة من حملة التعليم المفتوح التي استسهلت نقابة المحامين بفضل تواطؤ بعض المحامين من اجل ان يمتطوا نقابة المحامين واختطفوها. ده عدوان. احنا كنا في حالة دفاع شرعي وما زلنا في حالة دفاع شرعي، هندافع عن نقابة المحامين علشان نقدر نطهر صفوفنا، علشان نقدر نرفع رأسنا زي ما أجدادنا وأسلافنا كانوا رافعين رؤوسهم وإحنا بنفتخر بيهم، علشان نقول أن المحامي لن يكون أقل شأنا من القاضي، والمحامي الذي يشعر أنه أقل شأنا من القاضي والمستشار لا يستحق شرف المحاماة ولا يستحق أن يكون بيننا في صفوف المحامين. من يرى أنه أقل يغادرنا فورا. إحنا ما بنقبلش ده، نحن نقبل العزة للقضاء والعزة للمحاماة، الاستقلال للقضاء والاستقلال للمحاماة، القيمة للقضاء والقيمة للمحاماة بغير انتقاص. لا نقبل أي انتقاص للمحاماة تحت أي ظرف من الظروف، كما لا نقبل أي انتقاص للقضاء تحت أي ظرف من الظروف، لأن احنا أصحاب مصلحة واحدة وقضيتنا واحدة، ومش هنترك هذه المسؤولية ولا نترك هذه الإمكانات دون أن نمسك بزمام المبادرة فيها. احنا دخلنا خطوات، أمامنا خطوات صعبة. احنا داخلين على تعديل تشريعي بإنشاء أكاديمية للمحاماة. حضراتكم أكاديمية للمحاماة يعني ايه؟ يعني ما فيش حد
اعتبارا من 2022 بإذن الله سوف أدخل نقابة المحامين إلا إذا كان حاصلا على الإجازة من الأكاديمية المحاماة المستقلة، مش هيبقى في جدول المحامين، وهيبقى اللي هيدخل المحاماة معاه مؤهل علمي مش معاه أقرانه اللي موجودين في باقي الهيئات القضائية. فهتبقى المحاماة بإذن الله المحاماة اللي احنا عايزينها، المحاماة اللي بترفع راسها دائما أمام المجتمع والتي تؤدي رسالتها لصالح الوطن ولصالح المواطنين ولصالح أصحابها. من أجل ذلك هذه المسؤولية بترتب أيضا أن احنا عندنا استحقاقات اقتصادية، عندنا مسؤوليات اقتصادية، احنا في تدهور اقتصادي للجنيه المصري، ده بيقتضي ان احنا نضع سياسات جديدة للتعامل مع هذا التدفق. لم يعد المعاش معاشا كافيا، ولم تعد سقوف العلاجات الموجودة تكفي، احنا ضعفناها ايوة، وضعفنا المعاشات ايضا ايوة، وضعفنا القديم ايوة، لكن احنا عندنا خطة طموحة قبل نهاية 19 لكي نعيد رفع المعاش بما يليق بالمحامين والمحاماة، بما يليق بأصحابها. وأيضا يقنن العلاج بأعلى كفالة ممكنة في إطار ما هو متاح من إمكانيات، لأن مردود هذا الأمر سبب الحقيقي أننا استطعنا أن نطهر النقابة من الذين يريدون الاستيلاء على مقدراتكم وعلى أموالكم وعلى أدواتكم من غير حق، بدون حق وبدون وجه حقيقي وبدون أيضا قناعة وبدون سبب مشروع. ليس المحاماة لمن يعمل بالمحاماة زي أي مهنة في الدنيا، ما ينفعش غير المحامي يشارك المحامي في حقوقهم، ما ينفعش، هذا غير جائز، هذا غير مقبول، هذا هندافع عنه أو ضده بكل الوسائل المتاحة لدينا، مش هنترك مسؤولية مش هنعملها، مش هنسيبها. احنا تعديلنا القادم في المحاماة هيعيد ويكرس ما تثبت في الدستور المصري من ضمانات للمحاماة والمحامين. الدستور المصري ثبت ضمانات وحصانات المحامين أمام المحكمة، لكنه أضاف أيضا انصراف هذه الحماية إلى جهات التحقيق والاستدلال، وده اللي جاي في التعديل، إنه حماية المحامي من جرائم التلبس الأربعة، السب والإهانة والقصف وجرائم الجلسات، أيضا أمام النيابة وأيضا أمام جهات الاستدلال، هتمتد في التعديل القادم. أيضا المحامين اللي بتوجه لهم اتهامات أثناء أداء أعمالهم في أقسام الشرطة أو في نيابات انتقاما من الخصوم أو في محاولة لتحييد المحامي عن أداء دوره، سوف يتوقف في تعديل تشريعي محترم يمنع القبض على المحامي ولا حبسه احتياطيا، وإنما من يريد أن يشاكي المحامي فليشاكيه أمام المحامي العام الأول للاستئناف ليحقق في الدعوة إذا كان هناك مقتضى، لكن لن يغادر المحامي مكانه ولن يقبض على المحامي في قسم الشرطة ولا في النيابة تحت أي ظرف ولا بأي اتهام، ما دام الأمر متعلق بأداء المحامي لواجباته ورسالاته المختلفة. هذه هي بعض ما نقدمه من أجل دعم المحاماة والمحامين. نحن نعلم أن احنا مهما أدينا، مهما كانت لدينا من إمكانيات، مهما قدمنا للمحامين، فلن نوفي للمحامين كامل حقوقهم تجاهنا وتجاه مسؤولياتنا. بقيت أيضا مسؤولية أخرى أخاطب بها كل الذين يريدون أن يعملوا بالعمل النقابي في نقابة المحامين. العمل النقابي ليس اختطاف وليس اغتصاب وليس تشويه وليس تعريض، العمل النقابي شرف ومسؤولية لمن يتولى هذا الشرف وهذه المسؤولية. أنا أدعو كل الفرقاء، أدعو كل المختلفين عن نقابة المحامين العامة والفرعية أن يساهموا معها في الدفاع عنها وعن حقوقها تجاه من يريد أن يحتل نقابة المحامين ولمن يريد أن يعتدي على نقابة المحامين. أدعو إلى وحدة الصف ووحدة الاصطفاف والعلو والتعالي والكبر والتكبر والعلو والشموخ عن الخصومات المتدنية التي لا يجوز أن نقع فيها، والتي لا يجوز أن تجرفنا، والتي لا يجوز أن تأخذنا إلى محطات لا نريدها. وأيضا أريد أن أثبت قيمة قادمة
وأنا أعلم موقفكم مسبقا منها، لا نقبل تحت أي ظرف من الظروف في صفحات التواصل الاجتماعي المساس بالأعراض ولا بالشرف ولا بسمعة المحامين والمحاميات ولا بفحش القول ولا باللفظ. لن تسمح نقابة المحامين أن تمرر محاميا يمارس هذا الفحش أو يتعرض لمحامية في شرفها أو عرضها أو لمحامي في شرفه وفي عرضه، فالمحاماة هي الشرف والمحاماة هي العزة والمحاماة هي الكرامة. مش ممكن نتخلى بعد كل هذا الجهد ونترك من يريد أن يسيء للمحامين ومن يريد أن يشوه المحامين دون أن تكون هناك مسؤولية حقيقية تجاهه طبقا للقانون وطبقا لقواعد التأديب، باعتبار أن هذه مسؤولية المحاماة كما ذكرت في بداية كلمتي معكم كما تعلمناها هي أدب الحوار وأدب الخصومة. أنت عندما تطعن على حكم لا تسب القاضي ولا تشتم القاضي، وإنما تنتقد الحكم بالألفاظ القانونية المحترمة التي ترفعك إلى مصاف المحترمين الذين يخاطبون وتتخاطبون معهم. هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للناس، عايزين نوصل لأبنائنا وانتو وشيوخنا موجودين وزملائنا موجودين أمامكم، وأقول لأبنائي اللي جايين يشاهدوا تكريم شيوخهم إن المحاماة هي احترام للنفس، احترام للنفس. أنت مش ملزم، وأنا دايما أقول إن الاحترام قيمة كلية، قيمة غير قابلة للتجزئة. ما ينفعش تقول أنا هحترم القاضي لأنه قاضي واحترم اللواء لأنه لواء وما احترمش من هو أقل. الاحترام الحقيقي هو أن تحترم نفسك وأن تحترم أصغر مسؤول قبل أن تحترم أكبر مسؤول، هي دي القيمة، وإلا تبقى منافق وإلا تبقى مرائي. والمحاماة لا تعرف النفاق ولا تعرف الرياء، المحاماة شرف والمحاماة خصومة شريفة نزيهة ترفع من شأن الناس وترفع من شأن المحامي وترفع أيضا من شأن المتخاصمين وصولا للحق ووصولا للعدل. هي دي مسؤوليتكم، هي دي رسالتكم الآن. الوطن، الوطن كله في انتظار ما تقدمه المحاماة بعد أن ارتدى ثوبها الجديد وبعد أن أصبحت بطاقة العضوية في نقابة المحامين لا تعني إلا أن صاحبها المجدد لاشتراكه هو محامي مشتغلا اشتغالا فعليا. النهاردة الناس منتظراكم علشان تساهموا معهم في الدفاع عن حقوقهم بأمانة وشرف واستقلال، وأن تدافعوا عن الوطن أيضا بأمانة وشرف واستقلال. دي مسؤولية المحاماة ودي مسؤولية المحامين ودي مسؤولية نقابة المحامين العامة والفرعية، لن نتخلى عنها وسوف نظل متمسكين بها. عاشت نقابة المحامين للوطن وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.